بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله غندورو على واحد الكلاس خاصة في جافا، وهي كلاس مات. راهو غندورو على الميثود المهمين اللي كاينين في كلاس مات. دونك لا كلاس مات كما كيقول سميتها خاصة بليزوبيراسيون ماتيماتيك، يعني لا كلاس فيها المسائل ديال الرياضيات. أول حاجة أش غندير؟ عندي واحد سيستم بوان أوت بوان بلين بلين. وكل شيء غنافيشيوه هنا في هذا السيستم بو اوت بوان بوان بوان. اول حاجه لا كلاس مات هاكا كتكتب ام ماجيسكول ات اش بوان، الوغ وغير كدير هكذا كيطلعو لك الكاركتيرستيك ديال لا كلاس، فهم ها مكان. الوغ فا غنذكرو شي وحده منهم. اول حاجه غنبداو بها غنبداو اب بي اس. اب بي اس كتعطينا لا فالور ابسولي، دونك الا درت اب بي اس موان مثلا 12.5 وخدمت البروغرام كتلاحظوا 12.5 اذا عطاتني الفالور ابسولي. اذا درت عاوتاني غير 12.5 وخدمت البروغرام كتعطيني 12.5، اذا القيمه المطلقه سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف كتعطيني القيمه المطلقه ديالو. هذه لا ميثود الاولى. لا ميثود الثانيه اللي غنخدمو هي لا ميثود ماكس. ماكس وكتعطي هنا جوج ديال لي نومبر كيلقاك الماكس ديالهم. هاد لي نومبر يمكن يكونوا اونتي ولا دوبل ولا فلوت ولا اكسترا كاع لي لي تيب اللي قرينا. الوغ نديرو 12.5 وهنا ندير 16.3 باغ اكزومبل وندير غيعطيني الماكس ديالهم 16.3. إلا درت هنايا موان وخدمت البروغرام غيعطيني دابا 12.5 ونحيدو ماكس ونديرو مين. لا غيعطيني المين دابا اللي هو ناقص 16.3. إذا فونكسيون ماكس وفونكسيون مين كيعطيوني الماكسيموم والمينيموم. مزيان ندوزو ثالثيام فونكسيون كاتريام فونكسيون وهي الفونكسيون باو. باو كتعطيني الاس، كندير من الاساس وكندير من الاس. الا درت هنا جوج مثلا ودرت هنايا ثلاثة مثلا فغيحسب ليا جوج اس ثلاثة اللي هي 8. جوج في جوج في جوج هي 8. الا درنا هنا مثلا ثلاثة على بويسونس ثلاثة راه هي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة هي 27، هو عطاني 27. إذا لا ميثود باو كتعطيني الأس ديال شي عدد. ندوزو وحدة أخرى جذر سميتها اس كيو ار تي. اس كيو ار تي هي لا غاسين ديال العدد اللي كتعطيه الداخل. مثلا إلا عطيتيه هنا 25 ودرتي لا غاسين كيعطيك 25 كيعطيك 5، يعني لا غاسين ديال 25 هي 5. مزيان هادي اس كيو ار تي. ندوزو دابا لا ميثود سيل. كاين واحد الميثود سميتها سيل. اش كدير سيل؟ كترجع اي عدد فاصله صفر، يعني ما كتبقاش الفاصله. مثلا الا عطيتي 2.5 وخدمتي كيعطيك اكبر عدد صحيح من موراه، هو واخا هنا دو تيب دوبل ولكن كلشي كيرجعوك 3.0. يعني لا حولتي هنا مثلا ناقص 12.5 اش غيعطيني؟ عطيني ناقص 12.0، يعني كيعطيك اكبر عدد اقرب عدد كبر من العدد العشري اللي عطيتيه هنا. اكبر عدد صحيح ناقص 12 هو اكبر عدد صحيح قريب من ناقص 12.5. والميثود العكسي ديال السيل هي فلور. اش كتعطيني فلور؟ اصغر عدد صحيح قريب من ناقص 12.5 اللي هو ناقص 13. الا خدمتها كما كتلاحظوا ناقص 13 ونحيدو مثلا هذا الناقص 12.5. اصغر عدد صحيح قريب من 12.5 هو 12.0. يعني فلور كتعطيني العدد الصحيح اللي صغر وسيل كتعطيني العدد الصحيح اللي كبر. هاها دابا نجيو واحد الميثود كتشبه لهم هي الميثود راوند. الوغ راوند انا غنخدمها جوج ديال المرات باش تلاحظوا. غنخدمها دابا في 12.12 او نبدلو نديرو مثلا 5.12 5.2 ونخدم اش عطاتني 5. راوند عطاتني عدد صحيح اللي قريب من 5.2. ولكن لاحظوا دابا الا درت 5.8 وخدمت عطاتني 6. اذا راوند اش كدير؟ اذا كان قل من 5.5 فكتعطيني 5، اذا كان كبر من 5.5 فكتعطيني 6، يعني كتعطيني اقرب عدد صحيح. فلاحظوا هنا انا نعاود ندير 5.4. شكون هو العدد الصحيح اللي قريب من 5.4؟ اقرب ل 5.4 هو 5. الى خدمت 5 ولا جيت هنا ودرت 6
شكون هو العدد الصحيح اللي قريب من 5.6؟ هو 6. إذا خدمت تعطيني 6 و 5، إذا درت 5.5 كتدخلها مع الكبير فكتعطيني 6. إذا جيت هنا ودرت 5.49 فكتعطيني 5. إذا هذه هي ميثود راوند. دابا نديرو جوج ديال لي كونستونت كاينين في كلاس مات. الكونستونت الاولى هي العدد باي. باي اش كيمثل؟ كيمثل بي اللي كنخدمو بها في الدوائر، كتساوي 3.14. واش هو هذا يعني؟ اذا 3.14 فاش كنخدمو بها، الا غادي شي حساب في لي سيركل اللي عتحسب لا سيرفاس ديال ان سيركل، بلا ما بلاصه ما دخل 3.14 بيدك، راه كاين لو نومبر باي في لا كلاس مات. و دوزيام كونستانت اللي عندنا في كلاس مات هي اكسبونونسييل، وكنعبروا عليه ب او. غنخدم راه هو القيمه التقريبيه ديالو 2.71، هذا هو الاكسبونونسييل اللي كنخدموا به في الرياضيات. الوغ ودابا ندوز لوحده من لي ميثود اللي هي اهم ميثود، تعتبر اهم ميثود كاينه في كلاس مات، وهي راندوم. الوغ راندوم بالفرنسيه بالانجلي هي عشوائي. اذا مات بوان راندوم انا غنخدمها باش تشوفوا 0.82 0.40 0.26 0.49. اش كدير مات راندوم؟ كتعطيني واحد العدد عشوائي محصور ما بين 0 و 1، عدد عشوائي محصور ما بين 0 و 1. الا بغيتي هاد العدد يولي عدد صحيح فكنديرو ما يسمى بالكاستين، ما فايتش ذكرناها من قبل، فغنجي قبل من هنايا وندير انت ونخدم اش يعطيني؟ 0، غيبقى يعطيني غير 0، لان كنشد عدد عشوائي ما بين 0 و 1 وكنرجعو اونتي. ايوا اش غير في الكاستين اش كدير؟ كترجع عدد عشوائي ما بين 0 و 1 غيعطيك بالضروره 0. اذا بغيتي تكبرو فكتضرب هنايا، فنضرب مثلا هنايا في 4 وندير البارونتيز هنايا باش يشد داك العدد العشوائي اللي دخل اللي خرج ليه ويضربو في 4 عاد يدير ليه الكاستين. هنا 3 جوج 3. الوغ اش كندير هنايا؟ كيعطيني عدد عشوائي محصور ما بين 0 و 3. غتقول لي علاش راه حنا دايرين هنا 4؟ وهنا واحد المساله خاصها تضبط. هاد راندوم كتعطيني عدد محصور ما بين 0 داخل والواحد ما داخلش، 0 داخل والواحد ما داخلش. يعني يمكن تخيلوا بحال اللي كتعطيني 0.99، هذا هو اكبر عدد كتعطيني، او نقدروا نزيدوا التسعودات. يعني ما كتعطينيش واحد، ما كتعطيني واحد، كتعطيني غير 0. شي حاجه ويمكن تعطيني 0، او 0 داخل والواحد ما داخلش. فاذا شديتي من 0 حتى 0.99 وضربتي في 4 في الزيرو، ضربتي في 4 فيعطيك 0، اذا غنبدا من الزيرو. وهذا ضربتي في 4 شنو يعطيك؟ 3. شي حاجه. وشديت هادشي ودرت ليه الكاستين حولته لاونتي فغيولي يعطيني يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3، ما غيوصلش 4. اذا الا بغيتي تخرج واحد العدد عشوائي ما بين 0 و 3 فكتضرب في 4. اذا بغيت نخرجو ما بين 0 و 10 فاش غنضرب؟ 10 نخدمو كاين لي ربع هاد الشيء نخدمو 8 9 7 8، وما حد كتحاول غيبقى يعطيك عدد عشوائي ما بين 0 و 10، ولكن العشرة ما داخلش، قلنا هذا اللي كضرب فيه هنا فما كيكونش داخل. لا بغيتي تدخلو فاش غنضرب؟ 11 7 7 1 1 4 9 7. بغيتها نطيح في العشرة باش تشوفوها، تسعة مبغاش يطيح فيها. إذا الغرض من هاد الميثود راندوم هي تجينيري واحد العدد عشوائي، وداك العدد العشوائي كيكون محصور ما بين 0 داخل والواحد ما داخلش. وإذا بغيتي ترجع داك العدد العشوائي عدد صحيح طبيعي فخصك دير الكاستين. كنتمنى المسائل تكون واضحة. ألوغ هاكدا دزنا على أهم لي ميثود اللي كاينين في كلاس مات، واللي نذكر به هنا أنني ما كنحتاجش نكري أن أوبجي، عرفتو؟ كنعيط على كلاس مات وكنخدم بلي ميثود اللي فيها أوتوماتيكمون. إلا عقلتو فاش كنبغيو نخدمو بلي ميثود اللي كاينين في شي كلاس كنكريو ان اوبجي. اخر حاجه درنا مثلا سترينغ، اش كنجي كندير؟ كندير سترينغ وكنكري لوبجي مثلا اس، عاد كنجي لتحت وكندير اس بوان
وكيطلعوا لي انا ميثود اللي كاينين. الوغ اش درت هنايا؟ كرييت لوبجي. ودابا نشرح لهم بعد علاش، علاش لا كلاس مات بامكانها، وماشي غير لا كلاس مات، هذا واحد البرانسيب في الجافا، غير من لي برانسيب اللي شويه افونسي، فما نشرحوش دابا، غنشرحهم بعد علاش بامكاني ندير لو نون ديال لا كلاس بارفوا، ويعطيوني لي ميثود اللي كاينين فيها بلا ما نكري دي زوبجي. الوغ كنتمنى هاد لي ميثود يكونوا واضحين، خاصكم تضبطوهم شويه وترينيو فيهم، حيت كتحتاجهم في لي بروغرام ديالك. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.